ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في برنامج أهل المدينة، نناقش قضايا وحكايات ووجوه لها بصمتها في الإبداع، تابعونا. تشاهدون في هذه الحلقة المشتقات النفطية، الأزمة العصية على الحل، جزيرة النوبة في عدن، ثروة بحرية وطبيعة ساحرة، نوف جمال، الفتاة التي صنعت لنفسها واقعا مشابها لأحلامها. مشاهدينا الكرام، كما عودناكم في أولى فقراتنا جولة إخبارية سريعة نستعرض فيها أهم ما حدث خلال الأسبوع. دشنت منظمات الإغاثة في عدن توزيع المساعدات الإنسانية لمناطق الساحل الغربي التي تضررت بفعل حرب ميليشيا الإنقلابيين. المساعدات عبارة عن 10 أطنان من الأدوية والاحتياجات الغذائية، وقدمت ضمن مشروع الاستجابة السريعة للاحتياجات الإنسانية في مديريتي المخا وذباب. ناقشت ورشة عمل أكاديمية في جامعة عدن وعلى مدى يومين الخطة الاستراتيجية لتطوير جودة برامج الجامعة في المجالات الأكاديمية والدراسات العليا والبحث العلمي. الورشة هدفت إلى تطوير البرامج الأكاديمية والخطط الاستراتيجية على مستوى الجامعة وإحداث إضافة نوعية مبنية على أسس علمية تسهم في تقديم خدمات نوعية. تدهور شامل للخدمات تشهدها العاصمة المؤقتة للبلاد، يأتي في مقدمتها شحة المشتقات النفطية التي باتت هماً يؤرق المواطنين. طوابير طويلة تمتد لأيام وليس لساعات بالعاصمة المؤقتة عدن، في ظل أزمة خانقة للمشتقات النفطية باتت تشكل الهم الأبرز في حياة المواطن ومصدر العناء. طبرين عول البترول هذا من أمس، يعني مشكلتنا في الطابور يعني يا توصل يا ما توصل، لانه تجلس يوم يومين. والحين عاد يعني في معانا موضوع برضو حق سرقه البطاريات، لما لو تطرح السياره مثلا تجي ياخذ البطاريه اليوم الثاني ما هلش. واقفين على المترول ما حسنا، ما سمعنا نروح البيت نروحه من القدا، وذا طوابير على الفاضي، واخر شيء يقولون فيه وما فيش، يتعبونا تعب، والحالتنا احنا جالسين 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 ما فايده اي شيء. العاصمة المؤقتة للبلاد لم تشهد استقراراً منتظماً في كافة الخدمات الأساسية منذ تحريرها من ميليشيا الإنقلابيين قبل 2.5 عامين. تبين معها عجز الحكومة المسنودة بتحالف عربي في معالجة جذور الأزمة وإعادة تطبيع الحياة. يتوفر الخدمات البسيطة العادي طالب برفاهية ولا أبسط الخدمات، البترول والصحة والتعليم والأمن، هذا المطلوب، غير ما ولا يشتي شيء. قدر تشتغل الدبة سوق سوداء ب 6500 من المحطة الرسمية، فاهم لك؟ وتخرج من المصافي ب 6500، والطابور ابو 3700 قدك تشوفه نص نهار. رغم الجهود التي تبذلها شركة النفط في توفير المشتقات للمحطات الحكومية، إلا أنها تظل جهودا قاصرة وغير منتظمة، فقمت من حجم الأزمة بدلا من تخفيفها، وساهمت أكثر في انتعاش السوق السوداء وبأسعار تتجاوز الضعف عن السعر الرسمي. وعد كذب من رمضان، من بعد رمضان كل احنا على الازمه هذه ولا احتلت، وانت حسب كم لنا من رمضان لليوم. ان 6500 معنا خراج، لو عبينا كل ما نقول نطلع ساي السوح الناس يتعبوا يقولوا ليش مسقادي ندفعها دفع ما قدر يدفعوها، حالتهم تعبانه جدا، وقالنا سعر زي ما هو ما نقدر نطلع زياده ما نقدر. وخاصه احنا اصحاب الباصات مظلومين جدا، يعني ما نحصل ليش مشولنا الباصات، يعني طابور خاص لنقل العمال من شان حتى لو قلنا من 150 يكفي، لكن الحين تقول واحد 200 يرجع يصيح يرجع تصيح انت وياه. يتطلع ابناء عدن واليمنيون عموما الى فرج قريب يضع حدا لمعاناتهم اليوميه ويؤمن لهم ديمومه الخدمات، لكن ذلك قد يبدو ضربا من المستحيل، خاصه وان الاحداث الاخيره التي شهدتها العاصمه المؤقته تذهب الى ما هو ابعد من ذلك. نشيل الحكومه توفر البترول زي ما تخرج المحطه الحكوميه تخرج المحطه الخصوصيه بثلاثة 3700 مش قادرة هي. يا حكومة ارحمونا بترول، شوفوا البترول من الضروريات، لأن كل الآن تلحقها حاجات ثانية، يلحقها النقل ويلحقها الخضرات يلحقها كل شيء، نحن نشتري حل من الحكومة حول البترول، البترول أصبح حاجة ضرورية جدا،
نشتريكم يعني لان البترول عالميا هذا مش انه الفئه محدده، كل الناس تكون بترول، وناس يعني نحن خطر في البترول هذا. الاستاذ ناصر بن حدور مدير شركه النفط في العاصمه المؤقته عدن، اهلا ومرحبا بك اليوم معنا بهذا اللقاء الذي نناقش فيه ازمه المشتقات النفطيه التي توالت في الفتره الاخيره خاصه. بدايه استاذ، لو تعطونا نبذه عن اسباب يعني شحه المشتقات النفطيه الموجوده في هذه الايام. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. بالنسبه لسؤالك، نحن في العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المجاورة لها والمناطق المحررة، استلمنا شركة النفط وهي مثقلة بالديون والأعباء، نتيجة أن شركة النفط أثناء الحرب وبعد الحرب هي من مثلت الدولة ومثلت أجهزة الدولة، قامت بصرف المشتقات للكهرباء والأجهزة الأمنية وكل المرافق الخدمية، وايضا صرفت مرتبات بعض المرافق الخدميه وقامت بدورها الريادي وكانها مقاتل ضمن المقاتلين الموجودين في الجبهات. شركه النفط اليمنيه تعرضت للكثير من المؤامرات والدسائس من قبل اعداء هذا الوطن الذي لا يهمهم الا ان ياخذوا استغلال فتره الحرب وما بعد الحرب تجار حروبهم. يعني عفوا استاذ ناصر، ايش عشان افهم منك، يعني انت تقصد انه الازمه هذه سببها هي جهات خارجيه، يعني اليست الازمه مثلا من داخل عدن؟ او هناك ظروف الحرب تحتم في كل الحروب، هناك جهات تسعى للانقضاض على المؤسسات الحكوميه والاستفاده قدر الاستطاعه في تحصيل اموال غير شرعية من خلال تهريب المشتقات النفطية وبيعها في السوق المحلية، وأيضا من خلال الضغط والتركيع واستغلال ظروف الشركة وظروف أن الدولة يعني مستمرة في بناء المؤسسات الإيرادية يعني درجة. المشتقات النفطية تعرضت للكثير من الأزمات، كان لا يوجد بنك مركزي الذي يقوم بشراء العملة منه وكذلك توريد الأموال له، أيضا غياب المنظومة الحقيقية التي تسمح باستيراد النفط وفق الشروط المحددة بالقانون وإيصالها إلى مصافي عدن ومن ثم ضخها لشركة النفط وهي تقوم بعملها بانتظام. المال كان مش موجود، الحكومة كانت فيها تلك الأوقات يعني بذلت مجهود كبير في إعادة تصدير النفط وغيره، لكن المبالغ ما كانت يعني تستطيع الحكومة شراء هذه الكميات الكبيرة الذي يعني تأخذ كثير من المال الأجنبي، العملة الصعبة. نحن في وضع الحرب ما في مصانع تصدر بحيث أنها تكون في عملة محلية عملة أجنبية موجودة، لا، كان كله الاستيراد، وهذا عمل ضغط على الدولار وارتفاع مستمر للدولار. الاتفاقية التي وقعتموها يعني عندما ذهبتم إلى السعودية، نريد أن نعرف عن اتفاقية تخص النفط، هل ربما تخرج الأزمة أو على الأقل تخفف من الأزمة الواقعة على المواطنين؟ نحن يعني نشكر فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي الذي نادى أخوانه في التحالف العربي لوقف انهيار الاقتصاد اليمني من خلال ارتفاع سعر الدولار وسقوط أمام العملة المحلية. واستجاب لهذا الملك سلمان، ملك العزم والحزم، ملك الرحمة، استجاب لهذا الدعوة أخيه فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي، ومن خلال ولي عهده الأمين محمد بن سلمان حفظه الله ورعاه سمو الأمير،
في مسألة الكهرباء، توفير مشتقات نفطية للكهرباء لمدة عام، وديعه 2 مليار، إعادة الإعمار، كل هذه الآن تمشي بنسق متكامل، إضافة إلى وعود تلقيناها من خلال سمو الأمير فهد بن تركي حفظه الله ورعاه بجعل عدن هي يعني كل المشتقات النفطية لليمن تمر عبر شركة النفط عدن، أن تكون المورد الرئيس لجميع محافظات الجمهورية اليمنية. انطلاق المشتقات للمناطق المحررة والغير محررة سيكون من عدن بإذن الله تعالى. أيضا عملنا عقود مع شركات سعودية لاستيراد النفط أو تخزين، جعل عدن مخزن للنفط يحق لنا أخذ من هذا المخزون، بالتنسيق مع مصافي عدن وشكلت لجنة من رئيس الوزراء، وكانت اللجنة برئاسة نائب وزير النفط ونائب وزير المالية والمصافي ونحن، وتم دراسة العقود ورفع تقرير متكامل لدولة الرئيس، ووقعنا نحن مع الشركة، وبقي الإجراءات الفنية اللي تخص الشركة، أن نحن أكملنا ما علينا من هذا. الأمور الفنية هذه تحتاج وقت. نعم أستاذ ناصر، في الوقت يعني الآن قرابة النصف عام والمشتقات النفطية والأزمة فيها تتفاقم، نريد أن نعرف في الوقت الذي لا يعني لا يوجد فيه شركة النفط بترول أو نفط، من أين تحصل المحطات الأهلية على هذا البترول الذي تبيعه، خاصة بأسعار مرتفعة يعني 6500 مقابل السعر الرئيس الذي هو 3700 ريال؟ أولا أنا عندي تحفظ حول 6 أشهر وغير 6 أشهر، لا كان هناك في استقرار لمدة 6 أشهر. نعم هو لحق أو تبع الاستقرار هذا الأزمة هذه التي يعيشها المواطنين، كان في استقرار المشتقات النفطية لمدة 6 أشهر أو ونيف، وتبعته بعدين يعني الحكومة كانت في وضع مالي لا يحسد عليه بالنسبة للعملة الصعبة، هنا بدأت المشكلة يعني بالنهاية. وأيضا كان في مشكلة مع البنك المركزي، الأموال نحن أوردناها هناك، وعشان ما هم عندهم وجهة نظر عشان ما تخرج للسوق وارتفع الدولار، ولكن الطرف الآخر تجار السوق المورد سوق هذه البضاعة ورفع الدولار، رفع الدولار إلى مستوى كبير وهو سبب الحقيقي لله. لكن نحن في هذه الظروف حاولنا الصبر والمناشدة والمطالبة وعمل الإجراءات البديلة، وإن شاء الله تكللت ب10,000 طن اللي اشتريناها الآن، اشترتها الحكومة تمام. كم يمكن أن تستمر هذه العشرة؟ هذه 10,000 طن 20 يوم تقريبا، لكن هناك في مناقصة نزلت المصافي مناقصة ب20,000 طن 20,000 طن، وسيتورد المشتقات النفطية. هذه العملية يحتاج لها شهر تقريبا هكذا. خلال هذه الفترة وفرت الحكومة عادة المشتقات الصيف النفطية. دائما يأتي بوعود يعني دعني أقول كارثية فيما يخص المشتقات النفطية. هل هذا الصيف سوف يكون أفضل من سابقة؟ شوف نحن لا نوعد أحد، يعني وعد وكأنه نحن نعمل، من خلال عملنا هذا نستبشر المأمول، المستقبل المأمول، لكن تحصل أحيانا بعض العرقلات في أي موضوع، لا يعني في ظل هذه الظروف تحصل بعض العراقيل، لكن ما عملنا هو لا ما بيجي الصيف بإذن الله تعالى إلا وفي انفراجة كبيرة على مستوى المشتقات الكهرباء ومشتقات السوق المحلي. إيرادات السوق السوداء في رأيكم إلى من تذهب؟ هل تستفيد منها شركة النفط؟ نحن عملنا إجراءات عقابية بناء على توجيهات رئيس الوزراء لنا وللسلطة المحلية، عملنا إجراءات عقابية على المحطات المخالفة وفق القانون، نحن لا نتحرك إلا وفق القانون، وغرمنا هذه المحطات وسحبنا التموين منها تقريبا 18 محطة. لكن أين أجهزة الرقابة، أين الأجهزة الأمنية لضبط هذه البلطجة اللي تحصل في الشارع، فين هذه الأمور وينها؟ هل كل شيء يحملوه شركة النفط؟ نعم. هل لديكم شركة النفط لها شركة النفط لها
عملها المختص فيه. تحصل بلطجة، ضربوا واحد في الشارع، شلوا على الناس فلوس حق الطوابير، ايش لي انا ك او شركه النفط؟ هذا طبعاً. عمل جهات اخرى، هذا جهات عمل الجهاز الامنيه. وين هي الاجهزه الامنيه؟ فينه؟ فين الاجهزه الامنيه؟ نعم استاذ ناصر، خطتكم وين؟ دور المحافظين، وين دور مكاتب الصناعه والتجاره ترفع لنا تقارير يوميه حول اذا عندنا تجاوز او عند القطاع الخاص تجاوز؟ وينها هذه؟ لازم تقارير يوميه ويتم متابعتها والقام اي طرف يخالف القانون. نعم، هل لديكم مثلا نوع من انواع التنسيق بينكم وبين الجهات الامنيه؟ نحن في كل نحن منسقين مع الجهات الامنيه، لكن التجاوب للاجهزه الامنيه بالنسبه لنا ضعيف جدا، واقولها انا يعني وانا واثق من كلامي كل الثقه في مساله نزول الكميات. اللي حاصل انه يحملوا شركه النفط وهم عارفين انه في المجتمع نسبه البلطجه فيه 90%، يحملوا شركه النفط. انا ما اجيت اجي واحد من الشارع بتز مواطن اعطينا 2000 ريال بدخله طابور ولا بدخله، نحن لا نسمح بدخول الا وفق الطابور. نعم، نقوم بجهود غير عاديه جباره، يعني لجنه التفتيش والرقابه يتم ضربهم بالرصاص، يتم الاعتداء عليهم. مدير شرطة المعلة بدل ما يحمل هذا قام بالاعتداء على السكاب، الموظف السكاب، مدعيان انه يدخلوا ناس من برا. خذ جنودك ونظم الطابور انت. وتم اطلاق النار اكثر مرتين يقوم بهذا، ولا احد عاقبه ولا احد ولا تعرض، رغم انه اشتكينا بمذكرات رسمية للوزير والمدير الامن، ولم يتم اتخاذ اي اجراءات عقابية. حققوا في الموضوع، إذا طلع التقصير منه نحن مستعدين للمحاسبة، وإذا طلع يعني يضرب رصاص داخل المحطة، لو رجعت طلقة لداخل الطرمبة بيعمل كارثة كبيرة. هذا نعم. يعني عقوبته في القانون يهدد حياة تجمع سكاني، ما هو بشر واحد. هذه أمور، كثير من الأمور، يعني ينزل صاحب الرقابة يقول هذا خطأ، يقول له بتمشي هنا ولا بقرح راسك. القواطر اللي تخرج من المرافق الأخرى أيضا مسكنا أكثر من هذا، يخرج الموظف يمسك هذه القاطرة، يخرج لصاحب القاطرة ومعه طقم يحمي هذه القواطر، طقم عشوائية وبلطجة، يعني بلطجة عشوائية وعدم هذا، وكلها تتحملها شركة النفط. كم بتكون دي شركة النفط؟ لو أنت بذكرتم شركة النفط يا ابنها يعني لديها مهام معينة، مهام معينة نحن ملتزمين مهام وغير مقصرين، بل أننا نتجاوز مهامنا لصالح المواطن وخدمته للمواطن. اليوم أين وصلت علاقتكم بالمصافي؟ هل وصلتم إلى حلول تقسيم المهام؟ علاقتنا بالمصافي نقولها مرارا وتكرارا، علاقتنا بالمصافي هي علاقة تكاملية وليس تنافسية، نحن نكملهم وهم يكملون، ومن يريد أن يخلق جو من العداء بيننا بالمصافي عندنا في خروقات بالنسبة لل التعدي على الاختصاص، سواء من قبل المصافي أو من غير المصافي. نحن في إطار مظلة وزارة النفط، معنا وزير نشكره كثيرا نثمنه كثيرا، عمل جهد جبار. سنتخلص من هذه العباء ضمن إطارنا الداخلي وبيتنا الداخلي اللي هو وزارة النفط والمعادن، لن يخرج هذا الموضوع في هذا الإطار. ونحن يجب أن نحترم بعضنا البعض وتخصصات بعضنا البعض، تخصصات المصافي معروفة وتخصصات شركة النفط معروفة بالقانون، بقانون إنشاء الشركتين. وهنا يتم قطع دابر من يروج إلى غير هذا الأمر. تربطنا علاقات مش ممتازة فوق الممتازة مع عمال وكوادر مصافي عدن، وايضا لا يستطيع احد يبخس عمل مصفاة عدن ذاك العملاق الكبير المارد الكبير، تمام، الذي استطاع ان ينجو من اكثر من مرحله تاريخيه كان الهدف الرئيسي تدمير هذه الصرح الاقتصادي الكبير. الاستاذ ناصر بن حدور مدير شركه النفط في العاصمه المؤقته عدن، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء. مسلسل لا تنتهي حلقاته التي تحكي عن الجمال، سحر لا ينضب،
النهر بريقة وتحديدا جزيرة النوبة، ذلك المكان السياحي الخلاب حكايتنا لهذه الحلقة. باتجاه الغرب من عدن تكتشف أسرار طبيعة ساحرة لجغرافيا تتقاسمها جبال بركانية مع البحر والصحراء. أربعون كيلومتراً تفصل منطقة فقم عن مركز العاصمة المؤقتة للبلاد، وتتبع إدارياً مديرية البريقة الفريدة بتنوعها الجغرافي وتعدد الجزر فيها كجزيرة عزيزي وجزيرتي أبي شملة والنوبة. من رأس مطرح إلى جبل الشريف مروراً بكهف قشابر ثم رأس مكعب، تأخذك هذه المحطات البحرية المحتفظة بجمالها الصخري إلى جزيرة النوبة الصغرى والكبرى، وهما جزيرتان تزخران بالكثير من الأسرار. تتميز جزيرة النوبة بتركيبتها الصخرية وتكوينها الذي يأخذ شكلا شبيها بالطير، وتبعد كيلومترا واحدا تقريبا عن منطقة فقم الواقعة في شبه جزيرة عدن الصغرى. يبلغ طول جزيرة النوبة حوالي 16 متراً وعرضها 8 أمتار، وترتفع عن مستوى سطح البحر بنحو 15 متراً، وتبعد 100 قدم عن جبل الشريف. تسمية الجزيرة يعود كما يذكر الصيادون القدماء إلى عهد الاستعمار البريطاني الذي اتخذ من الجزيرة مكانا لمراقبة البحر نظرا لموقعها الاستراتيجي، وفيه كان الجنود البريطانيون يتناوبون على مدار الساعة في مهمة أمنية، ولهذا سميت بجزيرة النوبة. وللجزيرة ساحل جميل يسمى ساحل النوبة، منحدر من الجبل ويمتاز بكثبان رملية ناعمة.
قديما وحديثا استخدم الصيادون جزيرة النوبة كمحطة للنقيل والسمر، ينظمون فيها شباكهم ومعداتهم للبدء في رحلة صيد يبحرون فيها إلى أعماق البحر. يؤكد الصيادون أن جزيرة النوبة تزخر بتنوع فريد لمختلف الأسماك والأحياء البحرية، ومن بينها الحبار والسرطانات والسلاحف النادرة التي تضع بيضها في أحضان الرمال دون استشعار للخوف. ومؤخراً تحولت جزيرة النوبة إلى مزار سياحي يقصدها الزائرون من داخل اليمن وخارجه للراحة والسباحة والاصطياد. كانت الجزيرة وما زالت توحي بالأمان والارتياح وهدوء النفس، وفيها تقضي الكثير من الأسر أياما بلياليها لما للجزيرة من سمات جاذبة ومتنفس خاص للعائلات. تعد جزيرة النوبة من أندر المواطن السياحية الطبيعية في عدن لما لها من مقومات جذب بحرية فريدة، يجد الزوار في برها الدفء والأمان وفي رملها الناعم راحة للأبدان. تنحت وترسم وتلون في دنيا الجمال ألذ أنواع الكيك، إنها صانعة الكيك نوف جمال، وجه المدينة لهذه الحلقة. رغبتها في إكمال تعليمها الجامعي معتمدة على نفسها بعد رحيل والدها دفعها إلى التفكير بعمل يلائم بيئتها وظروفها كفتاة تعول أسرة، فلجأت إلى صناعة وبيع الكيك المنزلي لتغدو بعد أعوام قليلة إحدى أشهر صانعات كيك الأعراس في عدن. إنها الطالبة الجامعية نوف جمال. أول بدايتي كانت عبارة عن أسوي كب كيك وديه للبقالة اللي جنبنا عشان يساعدني في دراستي بعد الثانوية المعاهد وكذا. بعدين أول ما دخلت الكلية وقفت لأن ما كنت أقدر يعني أبيع وأدرس، وقفت البيع. وكانت في معنا مناسبة بالبيت حفلة نجاة سويتها له وكل ما يعني اعتقد في به. من هذاك اليوم بدأوا الجيران أي خطوبة أي حفلة يجي عندي، من بعدهم افتتحت واشتهرت. وآخر حاجة اللي يعني اشتهرت فيه كانت الكيكة المقلوبة بزواق ابن خالتي سويتها. قلت كذا الفكرة شفتها بالإنترنت شفتها وطبقتها وساعدت خالي كمان وسويتها، ومن بعدها اشتهرت.
مستفيدة من موهبتها في فنون النحت والرسم كطالبة في كلية الهندسة، أخذت تشكل أجمل الكيك وتصبغ عليه ألوانا بهية لتجعل من هذه المهنة أشبه بعمل فني فريد، وهو ما حقق لها نجاحا أكثر وتميزا نادر. الحمد لله طور مستواي كثير على ما بدأت صناعة الكيك، بس يعني أشوف نفسي إن عدني أشتي أدرس أشتي أكون أكثر من كذا، يعني لأنه الآن هذا كله اللي أنا وصلت له بس خبرة وممارسة ومجهود ذاتي، لكن غير لما تكون هذا الموهبة تكون دراسة. الناس صراحة أكثر شيء اللي يشجعوني لصناعة الكيك ودخول عالم الكيك، لأنه كثير أعمال نسويها ما يصدقوش إنها كيك، زي كيكة المقلوبة، كيكة القصر، يعني كانوا وفي كيكة اللي بنحا كانوا لما يعني يشوفوها ما يصدقوش إنها أصلا هي كيكة، والكيكات المغشاية عجين السكر. يعني أكثر اللي شجعني متابعيني كمان بالفيسبوك وأهلي وكل لهم أكثر حاجة شجعوني يدخل عالم الكيك. تبدو مهنة صناعة الكيك للكثيرين سهلة وبسيطة، لكنها كغيرها من المهن فيها من الصعوبات والتحديات الكثير، غير أن نوف جمال واجهت تلك الصعوبات بعزيمة لا تلين، متسلحة بإيمانها بالنجاح وحبها للعمل. الصعوبات كانت هي مواد الكيك لأنها كانت غير متوفرة بعدن، فكنا نوصيها من مواقع أمازون ومن يعني من السعودية من الصين، سيليكونات، الألوان، كل حاجة متعلقة بتزيين الكيك، يعني خاصة مواد الكيك كمان كانت مش متوفرة غير يعني التزيين، هذه الألوان والسيليكونات والقطاعات كلها تعتبر من التزيين، لكن كمان كانت مواد الكيك كانت غير متوفرة، وهذه كانت أكثر صعوبة لأن كل فترة يعني تخلص ونشتري جديد، وكنا نوصي من السعودية أكثر الأوقات كنا نوصي من السعودية. الآن الحمد لله بعد الحرب كثير تجار يعني بدأوا يهتموا بالكيك وصناعة الكيك، وقابوا كثير مواد سهلوا علينا كثير طبعا من بداية الشغل للآن. وكمان صعوبات الكهرباء طبعا بعدن انقطاعاتها دائما ومتعبة، طرقات عدن برضو كمان بنودي كيك نوصل للقاعات، طرقات حفر، يعني كثير حاجات، بس كانت أهم حاجة المواد. الحمد لله الآن سهل كثير علينا الشغل. وكمان حاجة دراسات، إحنا ما فيش عندنا أي دورات، تشتي تعرفي حاجة أنت يعني تبحثي عليها لحالك، يعني مجهود شخصي كامل، كل صنعة الكيك بعدين كله مجهود شخصي، ما فيش دراسة، ما فيش حد يعني تغلطي يفهمك إيش الغلط، كله يعني ما نغلط نصحح غلط، يعني نتعلم من أغلاطنا، وكله من النت من جوجل. تشكو نوف جمال من عدم وجود مراكز تأهيل متخصصة في صناعة الكيك في عدن في الوقت الذي أصبحت مهنة رائجة وسوقا مفتوح للمنافسة في جميع أنحاء العالم، وهو ما فرض عليها مضاعفة الجهد في العمل إنتاجا وتطويرا. صناعة الكيك يحتاج أكثر من فن، يعني يحتاج رسم، يحتاج نحت، يحتاج كثير فنون تجمعيها بفن الكيك، ويعني وقت نفسي يعني بعالم الكيك لأنه في بغلق مواهب كثير. أنا كان من مهمتي كمان الرسم، النحت، صناعة الورد، كنت أسوي من صوف، من حاجات كذا بسيطة بتعملك، يعني جمع الفنون كامل، حصلنا جمع الفنون كامل للكيك. الآن مستوى التنافس قوي لأنه كثير ما شاء الله بنات كثير صانعات كيك في عدن، بعد ما يعني بعد ما وفر المواد حق الكيك استوى كثير ما شاء الله، يعني بدعوا في صناعة الكيك لأنه معتمد أساسي التزيين، معتمد أساسي على
أدوات والمواد، فلو كانت غير متوفرة ما صعب أننا نسوي اللي اللي نعمل. ما شاء الله لأن التنافس قوي، وبدأت يعني كيكات تستغرب أنها موجودة بعدن أصلاً، يعني استغرب أنها خبرة ذاتية بالتغرب. تفاعل الناس مع ما تقدمه من مذاقات جديدة محشوة بأشهى أنواع الشوكولا والكريمة المصنوعة بإتقان دفع نوف إلى غمار المنافسة محلياً، وأهلها للمشاركة في أول معرض لصناعة الكيك تحتضنه العاصمة المؤقتة عدن. لأول مرة بستوي بعدن المعرض الأول لفنون الكيك، متحمسة له لأن أول مرة نشارك بكذا حاجة غريبة على عدن، وحلو إنه يعني بدأوا يهتموا بصناعة الكيك ويسووا لنا معارض وكذا. هو بيضم 15 صانعة الكيك، أو كمان في صانعين مش عارفة، 15 بنت وولد، و معظمهم كمان أصدقائي يعني متعاونين كلنا، وإن شاء الله بيكون ب24 فبراير بقاعة البتراء. إن شاء الله في حماس. هو تبع منظمة Global Shapers اللي كلمتني عليه هبة فهيم، مؤسسة المنظمة بعدن، منظمة عالمية طبعا، هي منظمة الاقتصاد العالمي على ما أذكر. طموحاتها لم تتوقف عندما حققته من نجاحات، فلا تزال تمني نفسها بالسفر إلى خارج الوطن لتطوير مهاراتها العلمية والفنية في صناعة الكيك. فالطبخ كما تقول بات علما قائما بذاته لا يقل أهمية عن بقية العلوم. أحلامي إني أتخصص في دراسة صناعة الكيك، أنا متخصصة هندسة كهرباء بس بعيد جداً يعني عن مجالي وموهبتي. حابة إني أدرس دراسة صناعة الكيك في جامعة، من جامعة يعني برا مش منقول طبعاً باليمن، أو دورات، يعني هذا حلمي للآن، يعني عاد في نفسي إني أدرس أوصل لأكثر من اللي وصلت. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، ألقاكم في الأسبوع المقبل وإلى اللقاء.